أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج وتتابعونا فيها. حملة أمنية في مصر تطال أهل الشر ومغردون، جرائمكم لن تسقط. في السعودية فرض ضريبة على ماء زمزم، وحفل مختلط لتامر حسني في جدة ولكن ممنوع التمايل. قطريون يرفعون شعار لا للتطبيع عقب تواجد فريق إسرائيلي في بطولة مدرسية بالدوحة. كل هذا وأكثر في هاشتاج فتابعونا. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من هاشتاج، ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب اي جي مباشر. بإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار موضوعات الحلقات والتعليق عليها أيضا، فشاركونا. البداية من مصر والتي شهدت حملة اعتقالات بحق محاميين وصحفيين وقياديين سياسيين، حيث قالت أسرة المحامي عزة غنيم إنها فقدت الاتصال به منذ مساء أمس. وغنيم هو محامي والدة الفتاة زبيدة والتي أثارت قضيتها كثيرا من الجدل في الأيام الماضية، وهو أيضا محامي الصحفي معتز بدنان والذي أجرى الحوار الشهير مع المستشار هشام جنينة. وقد غردت منظمة العفو الدولي عن اختفائه قائلة: انقطاع التواصل مع الدفاع عن حقوق مع المدافع عن حقوق الإنسان عزة غنيم من الساعة 6:30 مساء أمس، وما زال مكان تواجده مجهولا، وفي ظل الظروف الأمنية الراهنة تتصاعد المخاوف أو التخوفات على سلامته الشخصية ومن احتمال تعرضه للاعتقال. وأضافت وسم عزة غنيم فين في نهاية التغريدة. كما تداول النشطاء خبر لم يتسنى لنا التأكد من صحته عن اعتقال المحامي محجوب عزوز والذي كان موكلا إليه الإجراءات القانونية الخاصة بوالدة زبيدة، في حين قام الأمن المصري أيضا باعتقال القيادي الناصري حسن حسين صاحب 62 عاما من منزله فجر اليوم الجمعة بعد أقل من يوم من اعتقال القيادي اليساري جمال عبد الفتاح والذي جاوز 72 عاما وإخفاء كل منهما قسريا. كما اعتقلت الشرطة المصرية الصحفية مي الصباغ والمصور أحمد مصطفى بينما كانا يعدان تقريرا ميدانيا عن ترام الإسكندرية. وقد ذكرت تحريات الأمن الوطني أنها قامت بالتصوير بدون ترخيص وحيازة أدوات تصوير من شأنها إشاعة أخبار كاذبة. كما قرر النائب العام في مصر حبس والدة الفتاة زبيدة 15 يوما، حيث وجهت النيابة إليها تهم بث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وإثارة البلبلة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتدعو لرفض الشرعية والخروج على الحاكم. على فيسبوك كتبت نهال المرغني نجلة القيادي الناصري حسن حسين قائلة: مش قادرة أفهم وأستوعب خطورة أبويا اللي عنده 62 سنة على الأمن الوطني يخليهم يروحوا ياخدوه من البيت الساعة 1 بالليل، ربنا يستر وما يحصلهوش حاجة لأنه حقيقي مش هيخاف بس مش هيستحمل. في حين كتب كرم زكريا وقال في هذه التغريدة عن خطيبته الصحفية مي الصباغ: مي الصباغ نزلت امبارح تعمل تقرير صحفي مصور في الشارع تبع شغلها، اتقبض عليها هي والمصور اللي كان معاها واتفاجئنا انهم تحفظوا عليها في القسم. انا لغايه دلوقتي مش مستوعب ان مي تقعد يومين في الحسم ويعالم لغايه امتى علشان مجرد تقرير صحفي بتعمله عن الترام وتراث اسكندريه. اذا حاله من الغضب سادت موقع تويتر ايضا تزامنا مع الحمله الامنيه ومع قرار النائب العام بحق والدة زبيدة. الحقوقي بهي الدين حسن غرد قائلا: ظهرت زبيدة واختفت أمها، ما هو مصير المئات من المختفين الذين طالب المجلس الحكومي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية دولية ومصرية مستقلة منذ سنوات بالكشف عن مصيرهم؟ تساؤل. الصحفي محمد الراعي قال: قبضوا على المستشار هشام جنينة وبعدها بأيام قبضوا على الصحفي اللي عمل الحوار مع المستشار هشام جنينة، وامبارح قبضوا على المحامي
على محامي الصحفي اللي عمل الحوار مع المستشار هشام جنينة إنها مصر. الصحفية رشا عزب تقول في اليوم الثاني أو الثاني على اختفاء جمال عبد الفتاح يختفي حسن حسين بعد القبض عليه من بيته لأسباب مجهولة برضو، وكذلك اختفى المحامي عزة غنيم. واضح إنها حملة اعتقالات للي فوق الستين والسبعين ماشية في البلد ومحدش عارف أسبابها. مش مستنية السبب، مستنية الناس تظهر علشان ده إجرام فاق الحدود كما وصفت. أما الناشط مالك مصطفى متحدثا أيضا عن اعتقال القيادي اليساري جمال عبد الفتاح قال: الدكتور جمال كان كبرنا مع عم كمال خليل في السجن، صلبته وصموده قدام سجانه وفي الإضراب عن الطعام اللي كملوا معنا 9 أيام على المية بس من غير ما يشتكي رغم أمراضه والتعذيب اللي تعرض له. اللي زي دكتور جمال حقه التكريم والتقدير مش الإخفاء القسري وهو في سبعيناته. المحامي والحقوقي طارق حسين يقول في هذه التغريدة: لم يسلم أحد من الدكتاتور. وردا على اعتقال الشرطة المصرية لمخرج وشاعر في الأيام الماضية، غرد طارق حسين من جديد يقول: فيلم ومسرحية وديوان شعر وراء غضب الرئيس. الدول القوية مش بتخاف من حرية التعبير وحرية الإبداع، الأنظمة الهشة الضعيفة فقط اللي بتخاف من الفن والإبداع والآراء المخالفة ليهم. حساب اكسر كلبش والذي يرصد اعتقال الصحفيين والنشطاء غرد عن الحملة الأمنية قائلا: تعدينا مرحلة عبد الناصر والدولة العسكرية وانتقلنا لمرحلة الغابة، الجميع معرض للاعتقال في سجون العسكر، جرائمكم لن تسقط. في ظل غياب الأمن الجنائي وانغماس النظام المصري في ملاحقة معارضيه، باتت الاستعانة بهم سلعة رابحة. الجزيرة مباشر تلتقي أحد البلطجية، تكشف تفاصيل نشاطهم الإجرامي. دولة البلطجية قريبا في المسائية. أهلا بكم من جديد إلى السعودية. وعلى هاشتاج خطيب ينبع المخالف، تداول المغردون السعوديون مقطع فيديو لرجل كان يخطب في أحد المساجد وتم إنزاله من المنبر بالقوة. الرواية الرسمية أنه صعد على المنبر فجأة قبل إمام المسجد المصرح له. ورواية أخرى تداولها بعض المدونين تقول إن سبب الإيقاف هو محتوى ما قيل في انتقاد السلطات. دعونا نتابع أولا المقطع لإنزال هذا المسن من على المنبر. صلاة المسلمين. إذن تفاعل مع الوسم وتفاعل عدد من الآراء حول الحادثة، كلها آراء تداولها المغردون. أحد المغردين والذي ادعى حضوره الخطبة قال: أنا كنت حاضر الخطبة وهو مخالف وما معه تصريح، لا حد يكذب عليكم ويقول تهجم على الدولة. إلا أن المغردين قاموا بالتدقيق في حساب هذا الشخص فوجدوا أن مكانه حين غرد بهذه التدوينة كان في مدينة حائل وليس ينبع، وسخروا قائلين يبدو أن الأخ كان حاضر الخطبة أونلاين وأنه يكذب في روايته. في حين تحدث حساب معتقلي الرأي عن الواقعة بقوله: هذا النموذج أو هذا نموذج بسيط لما يحدث أو لما يحصل من انتهاكات في السعودية من أجل رأيه الذي قاله على المنبر،
اعتقل بالقوة من المباحث أو اعتقل الخطيب بالقوة كما ترون باقي التغريدة. أما عن بقية المغردين فقسم منهم يرى أن ما حدث كان ضرورة حتى لا تكون المنابر متاحة لأي شخص، منهم عامر الشمري والذي قال: الخطبة حق للخطيب الراتب ولا يجوز التقدم عليه ولا وله أن ينزل أو ينزل من تقدم عليه بغير إذنه ولو بالقوة، وكان الأجدر بهذا الخطيب المعتدي أن يتقدم للأوقاف ويسلم أو يستلم جامع إلا إذا كان عليه ملاحظات وأنه ليس أهلا للخطابة، فلا تأخذنكم العاطفة. وكان هناك فريق آخر يرى أنه حتى لو أخطأ الرجل فلا يجوز إنزاله والتعامل معه بهذه القوة كما رصد في الفيديو. فاستشهد صاحب هذه التغريدة بحديث قال فيه، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير. عبد المحسن غرد قائلا: قانونيا ليس لهم الحق بالتهجم عليه بالشكل أو بهذا الشكل أمام الناس، ويحق للشيخ أن يقاضيهم. صاحبة هذا الحساب كان لها رأي كالتالي، تقول: لنفرض أنه مخطئ وغير مصرح له، بس أعتقد نحترم المكان والشيبة، يفترض أن ينتظروا الخطبة تنتهي وبعدها تحاسبوه. ما زلنا في السعودية، حيث تناقل مغردو تويتر صورا للزحام الشديد على حجز تذاكر المطرب المصري تامر حسني والذي سيحيي حفلا مختلطا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة في 30 من مارس من هذا العام. دعونا نتابع صور الإقبال عند فتح أبواب منفذ بيع التذاكر بأحد المتاجر الشهيرة، حيث نفذت التذاكر بعد ساعتين فقط من طرحها طبقا للمغردين. إذن تداول مغردو تويتر صورة لتذكرة الحفل الذي سيقام في جدة بدعم من هيئة الترفيه السعودية، وقد ظهر عليها تحذير ممنوع الرقص والتمايل، في حين تداول مغردون تصريح الفنان تامر حسني والذي قال فيه إنه لشرف كبير أن يقوم بإحياء أول حفل مختلط في السعودية. ما زلنا في السعودية، حيث تنقل مغردون صورة تبرز فاتورة صادرة عن شركة المياه الوطنية مياه زمزم تثبت قيام المملكة العربية السعودية بفرض ضريبة القيمة المضافة والبالغة 5%. هذا وقد تناقل المغردون الفاتورة معلقين بتغريدات غاضبة حينا وساخرة أحيانا أخرى، منهم المدون القطري عبد الله لذين والذي كتب: قد نتفهم أن تعبئة مياه زمزم لها تكلفة، ولكن لا أو أن تؤخذ ضريبة القيمة المضافة على الكلفة الأساسية لماء زمزم فإنها تعتبر سابقة في التاريخ، لم تفعلها حتى قريش قبل الإسلام. في حين كتب عبد الله الملا قائلا: حتى ماء زمزم لم يستثنى من ضرائب رؤية الفقر 2030 كما وصفها، فعلا خدمة الحرمين الشريفين على أكمل وجه. إلى الدوحة، حيث ساد غضب قطري إثر مشاركة إسرائيل في بطولة العالم المدرسية لكرة اليد بفريق للفتيان وآخر للفتيات. البطولة مخصصة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما، وتنظم كل سنتين في دولة مختلفة منذ السبعينات. وقد غرد الإعلامي القطري جابر الحرمي رافضا لهذه المشاركة بقوله: سبق أن أعلننا رفضنا لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني، سياسي كان أو اقتصادي أو رياضي، ومن أي طرف كان حتى وإن كانت بلدي قطر. نرفض مشاركة فريق مدرسي في بطولة
بالدوحة. نعلن هذا الرفض دون خوف أو اعتقال أو ملاحقة. حريتنا وكرامتنا مصانة في قطر لا للتطبيع. أما الإعلامي جابر بن ناصر مري فقال الفريق الرياضي التابع للكيان الصهيوني غير مرحب به في وطني قطر، وتدنيسه لأرضنا مرفوض رفضا قاطعا حتى وإن كانت القوانين الدولية تتطلب ذلك. هذا الكيان الغاصب والمحتل للأرض والمقدسات الفلسطينية سيظل عدو للإنسانية قبل أن يكون عدو لنا كعرب ومسلمين. وأضاف في تغريدة أخرى سنظل في قطر بفضل الله ننتقد الخطأ بكل حرية رأي بما يمليه علينا الضمير وتتطلبه منا المهنية بعيدا عن دس الرؤوس في الطين كما يحدث في دول الحصار الفاشل كما وصفها عندما صمتوا عن تدنيس الصهيوني وتبجحه بالتصوير في مسجد رسول الله بمدينة رسول الله والصهيوني الآخر بأحد مساجد أبو ظبي. أما الكاتبة الكويتية سعدية مفرح قالت لا للتطبيع بكل أشكاله ومستوياته، وإذا كان التطبيع كله سيء خطير فإنه في سياق أنشطة الشباب وطلاب المدارس الصغار تحت مسميات مختلفة مثل ما حدث في بطولة كرة اليد الأخيرة في قطر هو الأخطر والأسوأ لعمق تأثيره في الأجيال الجديدة. إلى روسيا حيث جولة جديدة من جولات هاشتاغ في المونديال، وهو الدليل الذي أطلقه برنامج هاشتاغ للمشجعين العرب الذاهبين إلى روسيا لدعم منتخباتهم. اليوم يصحبنا شريف رزق للتعرف على تنقل المشجعين في موسكو أثناء كأس العالم في المترو. أترككم مع تدوينة الفيديو ودمتم في أمان الله. أهلا بالسادة المشاهدين مشاهدين الجزيرة المباشر وبرنامج هاشتاج في المونديال. أنا دلوقتي موجود جنب محطة مترو من المحطات المهمة جدا في موسكو لأنها بتقع على ثلاث خطوط ومنهم الخط الجديد الدائري المركزي اللي روسيا عملته مخصوص عشان تسهيل الحركة في العاصمة لأنها من أكبر العواصم في العالم ممكن نقول، خصوصا ان في الفتره اللي هيجي فيها المشجعين هتبقى فتره ضغط على العاصمه. الخط زي ما احنا شايفين ورايا الحرف الام بالاحمر ده دليل مهم جدا لكل المشاهدين اللي هيجوا، لان عند مدخل كل نفق بيؤدي للمترو هنلاقي العلامه دي علامه الام باللون الاحمر، لان في انفاق كتير غير الانفاق اللي هي بتؤدي للمترو انفاق مشاهده ما بيكونش عليها العلامه دي. انما لو بصينا حوالينا دلوقتي هنلاقي محطه المترو اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي هنا طبعا محطه الاوتوبيس اللي بتيجي للمترو والمحطه المترو هناك اللي احنا شايفينها قدامنا اللي هي فوق ديت. الخط الدائري المركزي كل محطاته تقريبا بتكون على وش الارض، محطه او اثنين بس اللي هم تحت الارض، انما بقيت خريطه المترو زي ما احنا عارفين خريطه كبيره جدا من اكبر خرائط او من اكبر شبكات المترو في العالم زي ما احنا شايفين. هي دي الخريطه، خريطه الشبكه كلها عباره عن 11 خط. الفكره هنا ان لازم نحدد احنا متواجدين فين وهنروح فين عشان نقدر نوصل بسهوله. زي ما احنا شايفين قدامنا خطين دائري رابطين كل الخطوط ببعض، الخطين الدائري مش ممكن نغير من اي خط فيهم على الخط اللي احنا محتاجينه. اهم شيء نعرف لون الخط اللي احنا موجودين عليه ورقمه، زي ما احنا شايفين في جنب الخريطه هنا كده كل خط له رقم خاص بيه وله لون خاص بيه. زي ما احنا عارفين برضو ان في لكل خط اسم خاص بيه، بس الاسم هيبقى صعب جدا للضيوف اللي جايين لان الاسم باللغه الروسيه، خصوصا لو الضيف لا يجيد اللغه الروسيه. على الخريطه دايما جنب كل محطه مترو هنلاقي خريطه مفصله زي اللي احنا زي اللي قدامنا دي حضراتكم، كل خريطه عليها كل المزارات السياحيه ومكتوبه باللغه زي ما احنا شايفين علامات ومباني، زي ما احنا شايفين علامات ومباني وكله مكتوب باللغه الانجليزيه وباللغه الروسيه باللغتين، بتسهل للضيوف وهتسهل لكل المشاهدين ان شاء الله التحرر من اي نقطه متواجد فيها لروسيا كلها. كل اللي لازم نعرفه ان الدوائر اللي احنا شايفينها قدامنا ديت ده معناه ان احنا رابطين الخطوط ببعض. ممكن نلاقي اربع خطوط مربوطين ببعض، ممكن نلاقي ثلاث خطوط، ممكن نلاقي خطين، اهم حاجه تشوف احنا متواجدين في اي نقطه وعلى الخريطه احنا ظروف الخريطه ازاي. بالنسبه للمحطات القطارات
كلها اللي هتؤدي للمدن اللي فيها المباريات إن شاء الله. كل المحطات القطارات موجودة على الخط البني اللي هو رقم 5 الدائري اللي ماسك خريطة المترو كلها، وده تقريبا سنتر موسكو. يعني لو متواجد في أي مكان أقدر أصل لوسط البلد في السنتر، ومن خلال المترو اللي احنا موجودين عليه نقدر نطلع على الخط البني الدائري ونوصل لمحطة القطر اللي احنا محتاجينها. تذكرة المترو حاليا 55 روبل، ده ما يعادل ده في العاصمة موسكو، ده ما يعادل تقريبا 1 دولار. لو حبينا نوفر في أسعار التذاكر، في تذكرة بيوصل عدد مرات الدخول فيها 60 مرة دخول، التذكرة دي مرة الدخول فيها بتوصل ل 40 روبل بدل 55، وده طبعا أوفر لنا كتير في التحرك. في تذكرة نوع ثالث عبارة عن 3 في 1، لأنها بتسمح لي أن أنا أركب 3 أنواع مواصلات، مش المترو بس، المترو والأوتوبيسات العامة والترام. والكارت دوت لو اشتريته بيوفر معايا في كل مرة تقريبا حوالي 14 روبل، لأن سعر المرة الواحدة بتوصل ل 36 روبل. وطبعا ده الكارت اللي أنا بنصح بيه كل ضيوفنا إن شاء الله لما يوصلهم موسكو، أول ما يوصلهم يشتروه على طول. طبعا ده للضيوف اللي ما فيش معاهم كارت الفان آي دي اللي بيسمح لركوب جميع المواصلات العامة مجانا. كل المناطق السياحية أو المتاحف أو أي أماكن ترفيهية هنلاقيها دايما موجودة في تقريبا في وسط العاصمة على الخط رقم 5 أو الخط البني صاحب اللون البني. ودايما هنلاقي على كل الخرائط اللي موجودة جنب كل مترو تفصيل موضح لكل مكان نقدر نوصل له بالاسم طبعا اللي احنا عايزين، يعني نعرف احنا اهم شيء احنا عايزين نشوف ايه في العاصمه. وطالما عرفنا الاسم هنقدر نوصل له على الخرائط، زي ما احنا شايفين ان كل منطقه موجود فيها المكان اللي احنا عايزينه زي كده. وطبعا مهم جدا لضيوفنا ان شاء الله لما يوصلوا ان لو شاف العلامه ديت على المترو، ده معناها الاستاد اللي احنا رايحين له. طبعا ده استاد من الاثنين المهمين جدا في موسكو اللي هتلعب فيهم كل المباريات. الاستاد اسمه استاد سبارتاك على الخط رقم 7، الخط الصاحب اللون البنفسجي. مباراة الافتتاح ان شاء الله هتكون على الخط الاحمر صاحب اللون رقم 1 زي ما احنا شايفين هنا كده، ده علامة الاستاد اللي هتلعب فيه المباريات، خصوصا مباريات الافتتاح ما بين السعودية وروسيا. ده على محطة مترو محطة مترو سبارتيفنا أو محطة مترو لوجنيكي من على الخط الدائري المركزي زي ما احنا شايفين، خطين يقدروا يوصلوها بسهولة جدا للاستاد إن شاء الله.